وبأولى مساحتنا الصباحية وبمساحتنا الطبية بعدنا نرمين بالشهر الوردي أكتوبر وبعدنا بضمن حملات التوعية لسرطان الثدي. أدي اليوم مهم اليوم هدول الحملات اللي عم تكون فيها الجمعيات والمؤسسات. صحيح رشا، يمكن أهمية هاي الحملات عم تكون لضرورة الكشف، ونحن بنعرف لما نحكي الكشف المبكر يعني في نسبة شفاء عم تكون عالية وأحيانا عم تكون حالات شفاء تامة. أكيد نرمين لهذا الشيء. نحن دائما بهذا الشهر وبصباحنا غير دائما عم يكونوا ضيوفنا عم نركز على حملات التوعية وقدي اليوم مهم نحن نضوي عليها وقدي مهم نحن نعرف اليوم خطوات من أطبائنا شو لازم نعمل شو هي الأعراض وشو هي خطوات العلاج. اليوم ضمن مساحتنا حيكون معنا ضيفنا لليوم الأخصائي في أمراض النساء ومعالجة العقم الدكتور أكرم الأحمر. سعد صباحك دكتور. يا صباح الفل. أهلا وسهلا بحضرتك. يا هلا. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن موضوعين هو سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ورح نبلش بسرطان الثدي ونحكي كيف بتم الكشف المبكر عن هذا المرض. سيدتي هلا هو اهميه الموضوع من الموضوع انه يلي عن موضوعين حقيقه المقدمه اللي ذكرتوها السبب جدا مهم. يعني مثلا ليش ما بنعمل كشف مبكر عن سرطان الرئه وكشف مبكر عن سرطان المبيض بلا 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 باقي انواع السرطانات ممكن تصيب الانثى بشكل عام؟ لأنه هدول الاثنين هدول السرطانين يلي إذا اتبعنا وسائل الكشف المبكر بمواعيدها معناته قد نصل إلى نسبة شفاء تساوي حوالي 98% أو خلينا نقول معناته شفاء تام. طيب هلأ وسائل الكشف المبكر خلينا نحكي عن كل واحد لحال. نحن هلأ بدنا نقول نحن ما عنا بمعنى هي 100 أنثى هلأ بنت أو سيدة ما عندهم سرطان ثدي ما عم يشتكوا من شيء هلا بمعنى انه ما عندنا بجوز يكون في عندهم بس ما عم يشتكوا من شيء من اعراض هلا ممكن نمرق مرور سريع عليها ولكن الكشف المبكر بخطواته المختلفه يلي بنرجع بنعيد وبنكررها على طول يلي هو اولا الفحص الذاتي للثديين هي تفحص حالها كل شهر مره بعد الحمام بعيد عن وقت الدوره الشهريه يكون في احتقان الثدي بتاخذ الثدي باربع ارباع او بدوائر حول الحلم المهم تغطي بإيد اليمين كامل مساحة الثدي الأيسر وبإيد اليسار كامل مساحة الثدي الأيمن ونفس الشيء كمان الإيد اليمين للعقد تحت القبط اليسرى وبالعكس هي بس شغلتها هيك تنتبه لهالقصة هاي كل شهر. طيب هلأ إذا هي كل ست شهور أو كل سنة أو لسبب آخر راحت لعند دكتورة نسائية تطلب منه هي لو أخذت 3-4 دقائق من وقته زيادة أنه دكتور فحصتي ثديين مع العلم ملاحظة جدا هامة تلتين أورام الثدي سواء الحميدة أو الخبيثة تكتشفها الآنسة أو الست هي بحد ذاتها بالفحص الذاتي فلذلك شوفوا الإجراء البسيط قديشه مهم هي بتكتشفها بتلتين الحالات. طيب فحص الطبيب بعدين بنرجع بقى للشي بنكمل الإجراء تبعنا بالشي بقى السكرينينج المسحي يلي هو مثل هذا الشهر الوردي خلينا نقول أو كل بنت أو كل سيدة خلينا نقول فوق الأربعين كل سنتين مرة تعمل صورة إيكو مامو للثديين إلا ببعض الحالات يلي مثلا بنت عندها أختها أصيبت بسرطان ثدي أو أمها أصيبت بسرطان ثدي وتما نستنى الأربعين ممكن من الخمسة وعشرين وبننطلق كل ست شهور أو كل سنة ماكسيموم إنه لتعمل صورة الإيكو والمامو للثديين لأنه هون صار في عنا ريسك فاكتور عالي إنه في قصة عائلية وخاصة إذا قرابة درجة أولى فلذلك بدي أقول نرجع معلومة ومنأكد علي على طول على طول وكل السنين وإن شاء الله بالأيام القادمة بالسنين القادمة رح نأكد عليها كثير كل كتلة بالثدي إذا عم بحكي عن سرطان الثدي كل كتلة بالثدي بيكون قطرة لغاية 1 سنتيمتر نسبة شفاء حوالي 98% يعني almost 100% شفاء تام بمعنى أنه تخلص من الكتلة إذا في معالجات بالاستئصال أو شيء بس إذا في معالجات لاحقة ممكن تكملها هرمونال أو كيمو أو ريدوثيرابي يلي هو معالجة شعاعية أو كيماوية وبينتهى الموضوع عند أنه شفاء تام. هلأ بهي الحالة نحن منكون أخذنا أفضل فائدة نتيجة التوعية اللي عم نقوم فيها. هلأ نقول نحن معلومة هامة إنه كل كتلة سرطانية بالثدي لتوصل لقطر 1 سنتيمتر فهي صار لها 5 سنين عم تتشكل. طب إذا هي بهالخمس سنين كل سنتين ما رح أقول كل سنة مرة كل سنتين عم تعمل صورة الإيكو والمامو إذن عندها فرصتين على الأقل لتكتشفها بواحد سنتي أو أقل هذا يساوي نسبة شفاء
تكاد تكون 100%. هلا هذا بالنسبه لموضوع سرطان الثدي. اذا بدي اقول عن سرطان عنق الرحم، ليش التوعيه جدا هامه هون والاجراءات اللي بنتخذها يلي هو جدا اجراء بسيط. اولا من الا انتبهي لمجموعه من الاعراض، مثلا ضائعات مهبليه او مفرزات منقول متكرره، قد تكون رائحتها يعني غير طبيعيه غير مألوفه، ما نوع التهاب عادي يلي بيصيب المنطقه. طيب مثلا الم اثناء العلاقه بين الزوجين، اوقات بنشوف نزوف بعد العلاقه، اوقات بنشوف شويه نزوف خارج اوقات الطمس، خارج اوقات الدوره الشهريه. بنقول له انه تراجعي الطبيب، خلينا نقول اذا مو كل سنه كل سنتين مره، اجراء جدا بسيط يلي هو اسمه باب سمير او مسحه او لطاخه من عنق الرحم، يلي هي بكل بساطه غير مؤلمه غير راضه، ما بتستهلك اكثر من دقيقتين وقت، وبتنبعث على التشريح المرضي. اذا في شيء كمان نرجع منأكد هون، لما بيكون في عنا بدايه اصابه العلاج تبعها يعني شفاء اكثر بالشفاء، قد تكون 100%. وبخاصه بدي اقول معلومه جدا هامه بالنسبه لسرطان عنق الرحم يلي هي بتقول، والمعلومه هي من شقين، سرطان عنق الرحم بغالبيته الساحقه بيجي نتيجه فيروس اسمه HPV Human Papilloma Virus، يعني فيروس هو من الحالات من السرطانات النادرة بالجسم اللي بصيب البشر يلي منعرف سببه انه وجود هذا الفيروس، اللي ممكن اوقات تبدأ الإصابة فيه بتقاليل تناسلية بتظهر على المنطقة، سواء على المنطقة من أمام أو ممكن توصل لغاية ناحية الشرج. هي التقاليل هون ضروري جدا إذا بتسمح الحالة انه نستقصي عنق الرحم عبر مسحة، وأوقات نضطر أوقات بخزعة موجهة، بمعنى للمنطقة اللي فيها بنقول suspected مشتبه بها، هي وقتها بنتوجه وناخذ خزعة منها. هلأ صح سببه فيروس HPV ونسبة وأغلب الحالات الجهاز المناعة بيقدر يقضي عليها بالإضافة للمعالجات اللي نحن بنقدمها، بس بنقول إنه ليتحول لكانسر سرطان عنق رحم هو بده حوالي 10 ل 15 سنة. فإذا هي ما رح أقول لا كل سنة ولا كل سنتين، كل 3 سنين مرة عملت الباب سمير اللطاخة، فهي بإمكان عندها على الأقل 3-4 فرص يعني 3-4 فرص لنكتشفه. مثلا CIN1 وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف المرض ببدايته. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت النتيجة إيجابية، بلشنا رحلة العلاج، وهي لحالة مثل ما بيقولوا فوبيا، إن كان أشعة إن كان كيماوي إن كان جراحة حتى يعني أو هرموني. خلينا اليوم نحكي عن طريقة العلاج لكل نوع سرطان، واليوم الصبية هيك حابين نخفف شوي ونرجع نأكد على نقطة أنه دائما الكشف المبكر حيخفف هدول الإجراءات كلها يعطون. سؤالك جدا دقيق، ورح أبدأ من آخر جملة أنه لما منقلها للصبية بمعنى أنه يخفف الإجراءات كلها يعطون. أغلب الحالات، وأرجو الانتباه، أغلب الحالات إذا عم بحكي عن سرطان الثدي، أغلب الحالات يلي بيكون إساته فيها سنتي أو أقل، غالباً ممكن نكتفي فقط باستئصال الكتلة، ممكن نعمل تجريف عقد بلغمية ليس كامل، بنقول له متوسط، يعني بمعنى ما بيأثر على الدوران اللمفاوي ولا بيأثر على الطرف اللي عم نشيل منه العقد تحت القبط. تمام. إن شاء الله إذا بتطلع سليمة لما بتنبعث على الباثولوجيست على المشرح المرضي الأطباء، مثلاً ممكن يلاقي بقى مستقبلات الهرمونات استروجين بروجستيرون بوزيتيف، قد يكفي فقط نهائياً برجع بأكد فقط علاج هرموني لمدة 5 سنوات، طبعاً مع مراقبة ومتابعة، مشان هيك برجع لكلمتك إنه هي رحلة. تمام. بمعنى إنه متابعة على بطانة الرحم، منشوف سماكتها لأنه ممكن نعطي دواء هرموني، لازم نعاكسه بهرمون البروجستيرون مشان ما إنه يطور سرطان بطانة الرحم. إذا نحن بمعالجة هرمونية قد تكون كافية، المعالجة الجراحية اللي ليست هي استئصال الثدي، استئصال إما الكتلة أو الربع الموجودة في الكتلة، ما أنا بحاجة إلى البلاستيك سيرجري جراحة ترميمية ولا شيء لبعدين، وبترجع لحياتها الطبيعية بعد حوالي 10 أيام
من بداية تشخيص الكتلة. ورح أقول معلومة هيك فاني شوي عند الصبح، إنه نحن هاي الإجراءات عنا بتاخد ببلدنا بين التشريح المرضي والقرار العمل الجراحي استئصال الكتلة، وليعطينا الملونات كلياتها ممكن تاخد فقط يا دوب 10 أيام القصة وتنتهي مع تجريف العقد. ببلد مثل بريطانيا ممكن تاخد حوالي 3 شهور، فعندها رحلة سابقة. والله نقطة إيجابية لليوم. نعم. لا، النقطة بقى الإيجابية الثانية بدي أكد معك سيدتي فيها، يلي هي نحن عم نقول سرطان ورحلة علاج طويلة، أكيد، ولكن لما بنكتشفه مبكرا صح في رحلة، ولكن الحياة تستمر فيها بشكل لما بنقول شفاء شبه تام. ولكن هون صرنا عم نحكي تقريبا عن مرض مثله مثل أي مرض آخر، بمعنى المريض اللي عنده كتلة، الرجل عنده كتلة بالبروستات، أو المريض أو مريضة اللي عنده انتفاخ بالرئة، اللي هي ما انتفاخ بالرئة رايح معها كل العمر أو معه كل العمر. هون لا يقارن صح بالسرطان مثل ما عم نحكي، ولكن هون نحن عم نحكي عن مرض الكلمة تبعيته هي بعبع تماما ومخيفة، ومنقوله بعيد الشر، وهذاك المرض إن شاء الله بعيد الشر. ما عنا جرأة نحن نفكره بشكل، ولكن علني. بالكشف المبكر سيدتي لا فينا نقوله، وإن شاء الله ما نقوله لحدا، بس في نسبة حدوث عالمية يعني فينا نقوله، وفينا نعرف إنه في نسبة شفاء تكاد تكون تامة إن شاء الله يا رب. يا رب. دكتور، يعني لما نحكي عن العلاج أيضا، هذا المرض صار منتشر بنسبة كتير كبيرة فينا نقول، وفي تجارب كتير كانت عم تكون ناجحة، وفي للأسف عم يكون في حالات وفيات. مشان هيك لما نعرف حدا مصاب أو سيدة مصابة بهذا المرض، بتبلش النصائح أو بتبلش إذا بدنا نقول التكهنات عن العلاج. إحنا بنعرف ذكرت حضرتك في تجريف، في استئصال، إذا نحكي عن عمل جراحي، وفي أيضا إحنا بنسميه الكيمو الكيميائي أو أشعة. في بعض الأشخاص بيقولوا لك إنه لا، يعني هذا الشائع كتير صرت عم بسمعه، إنه إذا بلشنا بالمرض بالاستئصال الجراحي فممكن هذا الشيء يسبب انتشار المرض. نعم. عشان هيك لا، نحن بنضربه بالأشعة بعدين بنروح على الجراحة. وفي ناس بتقول لك لا، منبلش بالجراحة. هون شو اللي بيحكم؟ اللي بيحكم هو الشيء التالي. أولا في اختلاف دائما في مدارس طبية بهيك أمراض، صحيح، مثل ما بقية الأمراض في مدارس طبية، ولكن هون بيفرق أولا مكان الورم، حجمه للورم، إذا أخذنا خزعة بالإبرة منه نوع الخلايا الورمية. فإذا هون ما في معطيات، لكن في معطيات بيستند عليها. دائما الاستشارة جدا هامة هون بين دكتور معالجة الأورام، دكتور الجراحة أو دكتور نسائي عم يتولى الموضوع، وببعض الحالات استشارة دكتور التشريح المرضي جدا هامة. بمعنى أعطي مثال عليها، أنه مثلا إحنا عنا لقينا بالإيكو عقدة سسبكتد مشتبه فيها حوالي 1 سنتي سنتي وربع. طيب هلا بالاستشارة مع دكتور الأورام، وهذا الرأي شبه السائد هلا، إنه لا تاخذوا لنا منا خزعة بالإبرة، وأنا عم أقول لسه suspected مشتبه بها، ما تاخذوا لنا خزعة FNA بالإبرة، ولا تحاولوا إنه تروكات ناخذ كمان خزعة منا طريقة أخرى، لا شيلوا لنا إياها كلياتها وأعطونا إياها للتشريح المرضي لنعمل دراسات عليها، الملوي التلوين والمناعيات. هاي الخزعة شو ممكن تعمل حكيم؟ إذا انسحبت بالإبرة، لا. يعني اليوم ليش الطب عم يروح للاستئصال كامل؟ تماماً. لا، بخاوف الناس إنه لتقوم بالإبرة تسحب معك خلايا سرطانية وتزرعها وأنت طالع بالإبرة ببقية طبقات. لا، هذا من الأخطاء الشائعة والمخاوف الشائعة يلي لا أساس لها من الصحة. ولكن الأطباء التشريح المرضي بيفضلوا إنه يأخذوا الكتلة كاملة ليدرسوها كل حوافة كاملة، لأنه بعض الكتل الصغيرة اللي بناخد منها بالخزعة بالإبرة ممكن شوي تفرط، صح. ما لا يعني أنه تنتشر، ولكن ما بقى بيقدر يعمل دراسة كاملة عليها. فلذلك نحن منقول كل حالة إلى تدبير المختلف بعد ما بتتم الاستشارات بين طبيب الأورام وطبيب النسائي والجراحة العامة. طيب حكيم، أسئلة سريعة. نعم. اليوم هذا المرض وراثي، ذكرنا قصة الوراثي. اليوم من جهة الأم، أهل الأم أو أهل الأب أكثر النسبة؟ نعم. حتكون من الأم، أهل الأم طبعا ونسبة ساحقة. وإذا كان من جهتين أنت اليوم الشخص مدعوم كل 6 شهور معناته إيكو مامو كل 6 شهور ومهما كان العمر من عمر 25. طيب حكيم، اليوم أكياس المائية الموجودة بقلب الثدي والأكياس الدهنية، هل قادر الإيكو اليوم أنه يحدد إذا كانت مائية أو دهنية؟ بأغلب الحالات نعم، مع نوع في بعض حالات قد يلتبس المشهد على صورة الإيكو، منقول وقتها بالفرصة الثانية
الصوره اللي جايه بعدها او اللي بعدها وقتها بتتميز اكثر، بالاضافه للفحص السريري. ودائما بنقول الشك لمصلحه التداخل. بمعنى شكينا نحن بكتله هي داء غدي ليفي كيسي بس شكينا فيها، لا بنقول خلينا مره ثانيه عملنا صوره قراءه جيده لها بالمقارنه مع الصوره الاولى. اذا ضل الشك موجود لانه مصلحه التداخل. طيب دكتور، هي بتسبب الم؟ شو هي الكتله الموجوده بقلب الثدي بشكل عام؟ وجود كتله بقلب الثدي يعني عن طريق الملمس ممكن هذا اللمس يعمل وجع؟ حسب مكانها وحسب حجمها. ان كانت قريبه لحلمه الثدي ممكن، ان كانت قريبه للأرض ببعض الحالات طبعا بتعمل وجع، بس مو وجع صارخ مثل خراجه، مو وجع صارخ مثل رد على الثدي. ممكن بنقول له ألم ممض، يعني هي لما بتضغط وعم تفحص تشعر بنخزة ألم بسيطة. أما غير هيك لا، الحقيقة خلي الطبيب هو اللي تولى هذا الموضوع، هي بس تشك بالحالة وتراجع طبيبها. صحيح. يمكن بعد هاي السنين من حملات التوعية لازم نبطل نسميها ذاك المرض، لازم عن جد كلياتنا نلتزم بموضوع الكشف المبكر. عم نحكي دائما عن نسب الشفاء العالية اللي هي ما لا بس لأعطاء يعني الدعم والدفع والأمل، لا هي أيضا عم تكون حقيقة يعني حقيقة واقعة. نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا. يا هلا. شكرا دكتور، صباحك صحة وسلامة على طول، نورت صباحنا. إن شاء الله. يا هلا.